السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وشرح جديد. اليوم معنا خوتي طريقة التقاط القمر إتيسات 21 شرق. هذا القمر خوتي فهو كتوجد عليه قنوات المغربية بنظام التي ان تي، يعني نظام البث الأرضي. فالأغلبية ديال الناس خوتي فحاليا كيقلب طريقة التقاط هذا القمر هذا، لأن كأس أمم إفريقيا خوتي فراها قريبة، وقناة الرياضية والقناة الأولى فهي عندها أصدقائي حقوق نقل 10 ديال المباريات. من أهم هذه المباريات خوتي فدائما غتكون الأسبقية لمباريات المنتخب الوطني المغربي، وكذلك أصدقائي المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية. فباش يشتغلوا معك أصدقائي القنوات المغربية تي إن تي على القمر الإتيسات 21، فضروري أول حاجة خص يكون الجهاز ديالك يدعم الملتي ستريم. إذا ما كانش كيدعم الملتي ستريم فهاد القنوات ما غيتنزلوش معك خوتي. فهاد القمر خوتي أول حاجة نعطيكم التغطية ديالو. فهاد القمر يلتقط في جميع الدول العربية: الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، السعودية أصدقائي، العراق. فقطر الصح خوتي في الدول هذه فابتداء من 70 سنتيم مما فوق، فالإشارة قوية عندهم خوتي. نحن خوتي هنا في المغرب وبالأخص في شمال المغرب، فضروري خص يكون عندك تبصيل أصدقائي ابتداء من 90 سنتيم 85 سنتيم. الناس أصدقائي اللي في وسط المغرب وفي جنوب المغرب فضروري خص يكون عندك تبصيل من متر أصدقائي مما فوق. الناس أصدقائي اللي في جنوب المغرب الأقصى فهذا القمر هذا ما كتوصلكمش التغطية ديالو. فان شاء الله خوتي غندوزو حنايكم نعطيكم اقوى تردد ونوريكم كي نديرو نسقطو انطلاق من قمر نيسات. فاول مرحله خوتي غنشدو قمر اسرا 19، كما قلت لكم في هذا القمر هذا فهو لاصق في القمر اصدقائي الاسرا 19، فضروري خصنا نلتقطو اول شيء قمر اسرا 19. خوت ما تنساش دير معاك واحد اللايك الا ما كنتش مشترك، شارك القناه في عزيز الجرس باش دائما توصل بجديد. وزو حنايكم للشرح. اصدقائي رجعنا لكم. فاول حاجه غنديروها غنمشيو للاقد ديالنا هنا خوتي، وغندوروه اصدقائي لدينا اليسار في اتجاه عقارب الساعه. ندور اللاقد ديالنا هكا كما كيشهدوا معايا اصدقائي. من بعد خوتي غنجيبو الريسبتور ديالنا ونعطيكم اقوى تردد باش نلتقطوا قمر الاسرى 19 هو الاول خوتي، اللي هو هذا كما كيشهدوا معايا 11362 قطبيه، غتكون افقي حرف اش اوريزونتال، الترميج غيكون 22000. هذا تردد ديال القناه زد اف اش دي. دابا خوتي غنجيو وراء الصحن ديالنا كما كتشاهدوا، فغنخفضوا التبصيل باش نهبطوا واحد شويه لتحت. فالصحن راه مثبت على قمر النيسات، نخفضوا واحد شويه ونرخفوا اصدقائي باش ندوروا على يدينا اليسار. فالتبصيل خوتي غندوروا على يدينا اليسار في اتجاه الشرق، فغنهبطوا تقريبا ما بين 6 ديال الدرجات حتى 8 ديال الدرجات، وندوروا غير بلاتي في اتجاه الشرق، غير بشويه في اتجاه الشرق. حالة ما ضرش معنا اصدقائي الاشاره نزيدو نهبطو التبصيل واحد شويه ونرجعو بحال اللي رحنا راجعين للنايسات، نوليو نهزو شويه. هيا اصدقائي الاشاره ظهرت معايا كما كتشاهدو 92 على قمر اسرا 19. نفيكسي شويه غير التبصيل خوتي، فهي الإشارة أصدقائي استقرت لي في 91. فدابا حنا التقطنا القمر أسرا 19، فغندوزو أصدقائي نزيدو ندورو اللاقيت فقط واحد شوية هكا كما كتشدو معايا، وندوزو القمر الإتيسات 21 ونعطيكم أقوى تردد ديالو. هيا القناة شغالة أصدقائي، نمشيو القمر 21، نستعملو التردد ديال قناة إم بي سي هوتبورد إم بي سي 1 على هاد القمر هذا، فهي تعتبر من أقوى الترددات على القمر الإتيسات 21. فغنستعملو اصدقائي هاد الفريكونس هذا اللي هو، ندور لكم شويه تشوفوا، ها هو اصدقائي كما شاهدوا معايا 11582، القطبيه غتكون فيرتيكال عمودي، ترميز اصدقائي غيكون 2850. فهذا هو اقوى تردد اصدقائي على القمر الاتيسات 21. وندخلوا الاعدادات ديال الجهاز ديالنا. فدابا خوتي غنهبطو التبصيل فقط درجة شوية لتحت، ونجرو غير بلاتي على يدينا هاد اليسار. كيما شاهدتو معايا هاي الإشارة بدات كظهر معايا، هاهي دابا أصدقائي 91. فغنبدي نزير في التبصيل ديالي، محدني أنا كنزير وأنا كنريقل أصدقائي الإشارة.
فدابا هاني زيت اصدقائي الطبسيل ديالي مزيان باش من يجي الريح ما يبقاش يتزعزع. فدابا حنا خوتي زيرنا الطبسيل ديالنا مزيان، والاشاره عندنا 92 اصدقائي على التردد ديال قناه الهوتبورد، قناه ام بي سي هوتبورد. فدابا غنمشيو لاقيت ونزيدو ندورو واحد شويه شويه زاد معنا الاشاره. فانا الماكسيمو عندي في الريسيبتو ديالي كتعطيني 92 93 ونردو كما كان. اذا عندي 92 كما كتشاهدوا معايا اصدقائي، نقربو لكم فقط كاين شويه ديال الشمس داكشي علاش. نخرجوا اصدقائي نشوفوا القناه، هيا اصدقائي القناه شغاله. نشوفوا التردد ديال القنوات المغربيه اصدقائي تي ان تي، ففيهم اصدقائي في الاشاره 91 كما كتشاهدوا معايا 91، يعني دابا راني ملتقط الاصدقائي القمر ديالي باعلى اشاره. فغيبقاو غير الفيدات، فكما قلت لكم الفيدات فضروري خصنا يكون التبصيل شويه كبير 140 لما فوق باش نلتقط الفيدات ديال قنوات الاس اس سي السعوديه على هذا القمر هذا. فان شاء الله خوتي غتفرج كاس امم افريقيا، وبالاخص المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي على قناه الرياضيه وقناه الاولى، فهي اللي غتكون ناقل حصري. ولكن اصدقائي كما قلت لكم بالتي ان تي، وهذا القمر فهو اللي فيه التي ان تي، وضروري خص يكون ريسيبتو ديالك كيدعم الملتي ستريم باش يشتغلوا معك هاد القنوات. اصدقائي وصلنا النهاية ديال الفيديو ديالنا، فهذا هو الفيديو اللي كان معنا طريقة التقاط القمر اوتيسات 21. ان شاء الله الفيديو الجاي غنديروا المسطرة ونوريكم شنو هما الاقمار اللي نقدروا نزيدوا مع هاد القمر هدايا. ساش دير معاك واحد اللايك الى ما كنتش مشترك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش دائما توصل بجديد. خوت الله فراسكم وانتظرنا فيديو جديد وحلقة اخرى.